مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من واحدة لاتنين. طبعا مستنيين تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. كلمونا طبعا طول الحلقة واسألوني على أي حاجة حابين نجاوب عليها، إن شاء الله هتلاقوني معاكم. وبرضو ما تنسوش إن كل الوصفات والحلقات بتلاقوها على قناة ETC على اليوتيوب، تقدروا ترجعوا لها في أي وقت. النهاردة هنعمل فرخة كده مشوية في الفرن بطريقة مختلفة، كل مرة بنعمل الفراخ بطريقة غير اللي قبل كده. تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها مع بعض. محتاجة عندي فرخة، أنا يا ممكن أخليها كاملة أو أقسمها نصين كده، لسه أقسمها نصين كده إيه قبل الهوا، قلت نغير شوية في شكل الفراخ اللي احنا بنعملها. ملح وفلفل وبابريكا وكمون وكزبرة، وعندي حبهان وهريسة شطة، ودي اختياري طبعا، لو حابين تشلوها ممكن تحطوا مكانها صلصة أو كاتشب. وعندي ثوم وليمون وزيت وخل ومية. هقول تاني المقادير، عندي فرخة كاملة أو متقطعة نصين على حسب ما انتوا حابينها، وعندي كمان ملح وفلفل وبابريكا وكمون وكزبرة وحبهان وهريسة شطة، ولو مش حابين تبقى سبايسي ممكن تبدلوها بصلصة أو كاتشب، وتوم وليمون وزيت وخل ومية. تعالوا بقى إيه نشتغل كده واحدة واحدة فيها مع بعض. ولو عندنا برضو عايزين تعملوا شوية رز كده جنبها، ممكن برضو إيه أعمل حلة رز كده جنبها عشان إيه أقدمها معاهم. تعالوا كده أول حاجة كده هفلفل الرز، هبدأ أفلفل كده شوية في شوية رز، ونبدأ نشتغل في الفراخ بتاعتنا. هحط شوية زيت. تعالوا بس نلبس جلافز كده ونبدأ على طول. هجيب كده شوية رز، سواء بسمتي سواء مصري أي حاجة، أنا هفلفل كده حلة رز عشان التقديم بس مش أكتر. ممكن أحط فصين كده حبهان، اخد فصين حبهان من الحبهان اللي عندي هنا، وهبدا برضو احط الرز اقلبه كده في الزيت او في السمنه او في الزبده على حسب ما انتوا حابين، واديله كده تشويحه بالشكل ده، واحط عليه شويه كاري وكركم. حابين تخلوه ابيض براحتكم، برضو اللي انتوا حابينه واشتغلوا بيه اهو. قوم بقى ايه نديه تقليبه كده الشكل ده. دي تحطوا برضو مكعب مرقه معاه بيبقى حلو جدا لو انتوا حابين. هحط بقى هملح على حسب انا حاطه قد ايه رز الشكل ده، سنه بسيطه فلفل اسود عشان ما نغيرش اللون بتاعه، وهشوح بقى كل الكلام ده كده، وهحط له ميه مغليه ونسيبه بقى يتفلفل كده لحد ما نخلص الفراخ بتاعتنا كده. تمام قوي، ندي تقليبه وهغطي بقى واسيبه على النار كده ياخد وقته براحته خالص. تعالوا بقى نشتغل في الفراخ. هجيب اول حاجه كده بوله اتبل فيها الفراخ. تعالوا بقى نبدا نحط شويه هريسه الشطه دول، وطبعا زي ما قلت لكم لو انتم مش حابين تحطوا حاجه سبايسي او تبقى حاميه تقدروا ان انتم تبدلوها بكاتشب او يعني ممكن صلصه كمان، ده يمشي وده يمشي، فشوفوا اللي انتم حابين تعملوه تقدروا ان انتم يعني تحطوها بدل الهريسه، يا كاتشب يا صلصه. انا حطيت كده حوالي معلقتين هريسه بالشكل ده، هحط شويه عصير ليمون كده حلوين، هجيب الخل. الليمون والخل بيبقوا اساسي عندي في الفراخ، يعني من الحاجات اللي لازم بحطها في وصفات الفراخ بالنسبه لي على طول الليمون والخل. حتى في الفراخ البانيه بحط برضو ليمون وخل في التتبيله بتاعته. احط شويه زيت، ابدا بقى احط البهارات بتاعتي. شويه فلفل اسود، مدام احلام صباح الفل. شويه ملح. ازيك يا قمر؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ زي إيه؟ مامي وزي الولاد. الحمد لله يا حبيبتي، تمام والله. انا بشكر زي مامي لتربيتها الاسماء. الله يخليكي والله، والله تسلمي. انا بشكرك بجد. تسلمي والله يعني يا حبيبتي، حقيقي والله مامي الاسماء.
شكرا يعني يا حبيبتي والله. ربنا يكرمها ويخليها لك يا حبيبتي. يا رب حبيبتي، اللهم امين يا رب. طمنا عليكم دايما كده. يا رب. وبشكر اسره البرنامج كلها. والراجل بتاع الصعيد بيقول لي بحاول اتكلم التليفونات مش عارف ابدا. معلش ان شاء الله يكلمنا يعني، يفضل يعني بس معانا كده وهيوصل لنا ان شاء الله. عم رجب يعني. ان شاء الله مستنيين يعني. مستنيين الحاج رجب يكلمنا والله. شكرا يا مدام احلام، صباحك زي الفل حبيبه قلبي، تسلمي. شكرا يا حبيبتي. هنحط بقى شويه الكمون، شويه الكزبره، شويه البابريكا، وهحط الثوم، احط كده كل الكلام ده كده على بعض واقلب. التتبيله بتاعتي اللي انا هتبل بيها الفراخ، كل مدى بحط تتبيله بتبقى طعم معين بتودي لي الفراخ في حته ثانيه خالص. ممكن احط شويه كركم كده عليها، الكركم بيخلي لي الفراخ لونها ذهبي وحلو كده. اهو هقلب كده كل الكلام ده مع بعض. اهو هحط شويه البصل باودر ده، وهنقلب كده وكل ده زي الفل كده تمام قوي. شيماء صباح الفل، دي كده التتبيله بتاعت الفراخ، هنعيدها تاني بعد ما نكلم شيماء. صباح الفل حبيبتي. صباح النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله كله زي الفل والله. تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها. الله يخليك. انا بحبك جدا، ويمكن انا ما تابعش برامج طبخ بس برنامجك انت الوحيد اللي بتابعه. تسلمي يا حبيبتي والله، تسلمي، شرف لينا حبيبه قلبي. تسلم ايدك اشوف اسماء ويبارك لك يا رب. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي. انا بحاول اوصل لك بقالي 3 ايام مش عارفه. تسلمي لي والله، شكرا ليكي وصباحك زي الفل حبيبه قلبي. تسلمي حبيبتي. بصي انا عندي كميه برتقال بلدي كتير. تمام. عندك برتقال؟ ازاي اعصره؟ تمام، عندك برتقال؟ ازاي اعصره واحتفظ بيه؟ حاضر حاضر. ماشي يا حبيبتي. صباحك زي الفل. حاضر عينيا، هرد عليكي. حاضر، تخلص الوصفه وهرد على طول عليكي. ماشي يا حبيبتي. بصوا عندي الفراخ هنا انا قسمتها نصين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل لها فتحات كده خفيفة اهو بالشكل ده، فتحات كده خفيفة. مدام زيزي اسلام طبعا برضو سايب لي السكاكين الباردة واخد السكاكين الحامية. ماشي يا اسلام. الو، صباح الفل. صباح الجميل. ازيك يا مدام زيزي، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، نحمد الله احسن. الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. دولتي ايه بس؟ الحمد لله الحمد لله. حبيبتي الف سلام عليكي، وان شاء الله تبقي زي الفل كده. نميلي يا منوره. الله يخليك. الله يخليك. انا بخاف لما بشوفك يا اسماء، بخاف لما بشوفك. الله يخليكي، تسلمي. معلش انا ما كنتش سامعه بس كويس. الله يخليكي، تسلمي. صوتي مش طالع معلش. حبيبتي الف سلام عليكي يا حبيبتي، الف سلام عليكي. يا حبيبتي والصف كله دايما منوره، ولازم اصب عليك واطمئن عليك. صباحك زي الفل. صباحك زي الفل حبيبتي. تحياتي ليكم. الله يخليك. تسلمي. محمود وندى وكلكم. تسلمي حبيبه قلبي. وخرجنا الجميل والكل. ام هاني ما كلمش دلوقتي. ام هاني هتتكلم اهي دلوقتي ان شاء الله باذن الله. هنسمع صوتها ان شاء الله دلوقتي حبيبتي. صباحك زي الفل، تسلمي يا حبيبتي. شكرا يا مدام زيزي. بصوا بقى هجيب بقى الفرخه كده واحطها كده في التتبيله الرهيبه دي. عندنا بقى وقت نسيبها من قبليها بيوم في التلاجة، بس لازم تتساب في التلاجة. خدوا بالكم يا جماعة، الفراخ ما تسيبهمش برة ولا في التتبيلة برة التلاجة، ولا وهي بتفك برة التلاجة. حطوها دايما حتى وهي بتفك جوه التلاجة. اهو كده هبدأ بقى ايه، هتبل كده الفراخ كويس جدا واسيبها كده تنغنغ في التتبيلة كويس قوي لو عندي وقت، وابدأ ان انا احطها في الصينية بتاعتي اهو بالشكل ده كده. احط لها بقى التتبيله كده من جوه. بصوا في الشوق اللي احنا فاتحينها دي، اللحم كده تاخد من التتبيله. فراخ مشويه سبايسي، الناس اللي بتحب السبايسي الفراخ دي رهيبه. طب لو انا مش عايزاها سبايسي وعايزاها بنفس التتبيله، هبدل هريسه الشطه بكاتشب او بصلصه. تمام اهو، بس لو حطيته صلصه حطوا معاها معلقه سكر كده، بتدي طعم حلو جدا. بس كده زي الفل. تعالوا بقى ايه، ندخلها تتشوي كده في الفرن، والرز على النار اللي احنا هنقدمه معاها. ندخلها بقى، بصوا الجمال، ندخلها كده تتشوي في الفرن. تاخد بقى وقتها كده،
وعندي الرز على النار برضو هبص عليه بصة كده. بصوا اهو، هوطي بقى النار عليه، هدي كده النار عليه اهو كده. حابين زي ما قلت لكم تحطوا مكعب مرقه عليه برضو براحتكم خالص اهو. هسيبه بقى يستوي كده براحته، ههدي كده النار واخلي الرز يتفلفل براحته خالص. يبقى احنا كده حطينا الهريسه، حطينا عليها كمون وكزبره وبابريكا وملح وفلفل، وحطينا سنه من الكركم، وحطينا عصير ليمون وخل وزيت، كل الكلام ده قلبته مع بعض. وبعدين حطيت الفراخ بعد ما انا فتحتها فتحات كده لطيفه وحطيتها فيها وقلبتها مع بعض، وحطيت كمان توم مفروم، ممكن تحطوا توم باودر او لو انتوا حابين ما يبقاش فريش يعني او فريش، وبصل باودر، وقلبت كل الكلام ده مع بعض وحطيته في التتبيله زي ما انتوا شفتوا. عايزين تخلوها من قبلها بيوم في التتبيله، من يوميها الصبح على طول بشتغل بيها، لو ما عنديش وقت مفيش مشكله خالص. تتبيله حلوه جدا سبايسي، لو مش حابين تبقى سبايسي بدلوا الهريسه بصلصه او كاتشب اللي انتوا حابينه تقدروا ان انتوا تعملوه. فلفلنا كده جنبهم شويه رز، وتعالوا بقى نطلع فاصل. معانا تليفون استاذ علي. صباح الفل. السلام عليكم، ازي حضرتك يا شيف اسماء؟ ازي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله دايما يا رب. تسلمي حضرتك، اهلا اكل حضرتك والله في منتهى الجمال والله. الله يخليك، الله يخليك، ربنا يكرمك يا رب. تسلم. كان ليا سؤال بس والنبي يا شيف. اتفضل اتفضل. انا كنت سالت احد الشيفات قبل كده من فتره قريبه على تخزين البطاطس، فسالت الشيف قلت لها ممكن اعملها زي الجزر، اعملها مربعات واديها سلقه واشيلها في الفريزر، فقالت لي لا لو عملتها كده هتتهري، للاسف للاسف هتسود. بس السؤال السؤال حضرتك، هل ممكن طبق اقطعها واغسلها مثلا بس من غير ما اسلقها، اشيلها نيه واشيلها زي ما هي نيه في الفريزر، ولا برضه هتسود؟ لا برضه هتسود. هقول لحضرتك تخزنها ازاي. ماشي ماشي. حاضر. شكرا يا شيخ. شكرا، اتفضل، مع السلامه. بص، احسن طريقه للتخزين لو حضرتك عايز تقطعها مكعبات او صوابع او حاجه، احسن طريقه لتخزينها ان احنا نجيب زيت يكون سخن جدا كاننا هنحمر بطاطس عادي، وحضرتك هتقطعها مكعبات او صوابع على حسب حضرتك حابب، وبعدين هتقوم تديها صدمه كده في الزيت، تديها يعني سلقه 3 4 دقائق تمام، تطلع لونها بيضة وفاتحه وما تبقاش متحمره بس يعني شده كده. بعد كده بتقوم مصفيها حضرتك على شبكه، او يعني يفضل شبكه احسن من منديل عشان تتصفى كويس جدا ما تبقاش شاربه اي زيت. وبعد كده بتسيبها تبرد خالص، والمفروض ان احنا بنطلعها يعني عشان تطلعها مظبوط تحطها على صاج كده مثلا، تفردها كويس جدا، وسواء صوابع سواء مكعبات ايا كان حضرتك مقطعها ازاي، او حلقات حتى بنفس الطريقه مفيش مشكله في التقطيع خالص. حضرتك بتفردها على صاج صاج فرن مثلا عريض كده، وبتقوم مدخلها الفريزر وانت مغطيها تتجمد كل واحده لوحدتها. بعد كده بتطلعها بعد ما تجمد خالص، بتقوم لاممهم كلهم خلاص، بيبقوا كل واحده منفصله عن الثانيه، وحطيتهم في كيس وشغال بيهم، سواء بتحمرهم صوابع سواء مكعبات سواء حلقات للصينيه اي حاجه، تقدر حضرتك تخزنهم بالطريقه دي. دي انسب طريقه لتخزين البطاطس، يعني دي افضل حاجه. لكن البطاطس لو لوحدها كده هتسود، لو هنسلقها برضو احيانا ما بتبقاش احسن حاجه، ومش موضوع السود كمان، هي بتطرى زياده عن اللزوم ما بتبقاش افضل نتيجه. فدي بالنسبه لي احسن طريقه لتخزين البطاطس، سواء بقى ايا كان ايه التقطيعه، زيت سخن 3 4 دقائق تشد بس، مش عايزاها تغير لون، مش مطلوب ان هي تغير لون. وبعد كده اقوم رصاها بعد ما اصفيها كويس جدا من الزيت، رصاها في صاج، وبدخل الصاج ده يجمد تماما في الفريزر، اخليه يجمد خالص. وبعد كده بقوم لماهم بقى، حطاهم في كيس كده، وتبقى كل واحده خلاص اتجمدت منفصله، ما يبقوش لازقين في بعض كمان، فتقدر تطلع اي كميه حضرتك عايزها منفصلين، صينيه بطاطس، تحمير، اي حاجه تمشي مع حضرتك. ده كده الطريقه بتاعه تخزين البطاطس. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا، استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وقبل الفاصل خلصنا مع بعض الفراخ المشويه وعملنا شويه رز كده جنبها، ودلوقتي هنعمل قوارب البطاطس بالفراخ، طعمها حلو جدا، وبرده من الوصفات الحلوه اللي تقدروا تعملوها وتتاكل بالشوكه او بالمعلقه كده لوحدها. تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها على طول مع بعض. عندي محتاجه بطاطس مهروسه، وعندي شبت وزبده وملح وفلفل وبابريكا
وعندي كمان مكعبات فراخ متقطعه صغير وبصل شرايح، وعندي كمان فلفل اخضر وجبنه موتزاريلا او اي نوع جبنه انتوا حابينه، ومعلقه كبيره من صلصه الطماطم. هقول تاني المقادير، عندي بطاطس مهروسه وشبت وزبده ومعلقه ملح وفلفل وبابريكا، وعندي كمان مكعبات فراخ اي كميه موجوده عندكم او حابين لو تقطع شرايح على حسب ما انتوا حابين، وعندي كمان بصل شرايح وفلفل اخضر وجبنه موتزاريلا او اي نوع جبنه حابينه ومعلقه كبيره من الصلصه. بصوا الفراخ عندكم كذا اختيار ليها، ممكن تقطعوها كده، ممكن تقطعوها زي الشاورما، ممكن تفرموها ونعملها على النار زي العصاج، يعني اختاروا اللي انتوا حابينه مفيش مشكله خالص. تمام، تعالوا الاول هنحط كده الفراخ على النار عشان نبدا نسويها. عندي كده ايه شويه زيت هحطهم مع مكعب كده زبده. اهو وهبدا اجيب الفراخ، مستنيه بس ايه الزبده والزيت كده ياخدوا حراره شويه عشان لما انزل الفراخ مش عايزه الفراخ تنزل ميه. تمام، زي ما قلت لكم قطعوها مكعبات، اعملوها زي الشاورما، افرموها، اعملوها زي العصاج، براحتكم خالص. هبدا اوزع كده الفراخ بالشكل ده، الكميه برضو اللي انتوا حابينها براحتكم برضو خالص. هبدا كده اوزعها عشان تاخد الحراره بتاعه الطاسه او الصينيه اللي احنا شغالين فيها. هقرب البصل والفلفل، حابين برضو فلفل حامي تمام اللي انتوا حابينه، وهقرب كده ايه البابريكا والملح والفلفل، هقرب كل الحاجات اللي انا عايزاها على النار كده على جنب. اهو بصوا انا مش عايزه اديها تقليبه كتير غير لما اتاكد ان هي بتاخد لون كده بالشكل ده. استاذ حسين صباح الفل. استاذ حسين صباح الفل. ايوه صباح الفل يا سيدي، ازاي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الله يخليك، منور عليك يا سيدي. الله يخليك، تسلم يا استاذ حسين. تسلم ليك والله، الله يخليك، يعني ملك في المطبخ والله. يخليك. تسلم يا استاذ حسين، صباحك زي الفل. الله يبارك فيك، صباحك جميل. عارفين طريقة المخ البنيه يا سيدي بعد اذن حضرتك؟ حاضر، هنعمل المخ البنيه، حاضر. ماشي. عينيا. سيبك سيبك الكل، الله يخليك. شكرا، الله يخليك، تسلم. هنعمل، حاضر، عينيا، حلقة هنعمل المخ البنيه. هنحط بقى شوية ملح وفلفل وشوية بابريكا وهقلب كده. ياسر ما تسيبولي مفتوح شويه بعد اذنك، في حفله كده صح. تعالوا كده ايه نبدا نشوح الفراخ، حطينا ملح وفلفل وشويه بابريكا كده بالشكل ده. هبدا احط البصل. ياسر انت رحت فين؟ اختفيت ليه؟ اه كده بصل مفروم. لا لا مفيش مشكلة، ما أنا بحب يعني بحب أتريق على نفسي. فلفل رومي أهو، يبقى نحط بصل وفلفل رومي. سارة صباح الفل. بخير، ازيك يا سارة، عاملة ايه يا حبيبتي؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله زي الفل؟ كله تمام الحمد لله. دايما يا رب حبيبتي، الحمد لله يا حبيبتي، كله جميل والله الحمد لله. والله تسلم ايديكي وانا بحبك يا شيف، يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه. الله يخليكي، تسلمي حبيبتي، تسلمي. يعني انا والله اتعلمت منك وصفات كتير ومختلفه عن اللي انا متعوده عليها. الله يخليكي حبيبتي، ده اهم حاجه ان انت تكوني استفدتي من البرنامج ومن الوصفات اللي بنعملها، ده اهم حاجه. وانا بقالي كتير متابعه البرنامج والله. صباحك زي الفل حبيبه قلبي، قولي لي انا هتعملوا اكل ايه النهارده، ولا عملتوا غدا ولا لسه؟ لا لسه والله، بس مشهور نفسي. هتعملوا محشي؟ لا لسه مسويته والله. هنعمل ايه؟ هتعملوا ايه؟ لسه مسويت المحشي يعني انا. ما سويتيش، المهم في محشي، سيبك من تسويه او لا دلوقتي، المهم عندكم محشي. ايوه ابعت لنا العنوان بقى على طول، المهم في محشي، مش مهم التسويه دي، نبقى نسويه مع بعض كده. صباحك زي الفل يا حبيبتي. صباحك جميل يا حبيبه قلبي. مين؟ مؤادم صباح الفل. سيب بقى الفراخ تستوي كده، بصوا
في الصلصه وفي البصل والفلفل والكلام ده. صباح الفل حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك وحشاني؟ كله زي الفل الله يخليكي، تسلمي. الحمد لله. انت عامله ايه؟ كله جميل والله حبيبتي. الله، حبيت اطمن عليك، ليا فتره من سنه كده ما كلمتكيش. صباحك زي الفل حبيبتي، معلش. صباحك زي الفل. صباح الخير. الله عليك، الله يخليكي حبيبتي. رجع ايامنا بخير ان شاء الله. يا اللهم امين يا رب. امين. تسلمي حبيبتي. تسلمي حبيبه قلبي، شكرا. بصوا، عايزين بقى نحط الشبت، نحط شويه شبت كده على البطاطس واملحها، شويه فلفل اسود. حابين تحطوا اي بهار عليها تمام. وهبدا ان انا اعملها زي العجينه كده، وعندي شويه بقسماط كده، هبدا ايه لو احتجت شويه هقوم حاطه عليهم. هعملها كده زي العجينه عشان هشكلها زي القوارب اهو كده. وانا كمان بعمل كده بنعمها اكتر، يعني لو فيها كتل او حاجه ببدا ان انا انعمها اكتر. بجيب كده كل البطاطس من تحت اهو، بقلبها مع الشبت ومع الملح والفلفل. حابين تحطوا كمون ممكن، حابين تحطوا جوزة الطيب برضو ممكن، الحاجات اللي هي بتليق عليها جدا. وعايزه القوام بتاعها يبقى ماسك نفسه شويه، هشوف كده وهشوف هزود بقسماط تاني ولا لا. اهو سنة كمان، معلقتين كده كمان. انا هشيل بس الحشو من على النار، خلاص انا كده تمام قوي، مش محتاجة يكون اكتر من كده اهو. حط كده شوية بقسماط ونبدأ كل الكلام ده كده ايه نعجنه مع بعض. واحنا بنعجن بالنعم مش ما يبقاش عندي اي حاجة مكتلة كده او اي بطاطس مش مهروسة كويس اهو. اهو كده الشكل ده. حابين تعملوها في الكبه، بس الكبه هتنعموا بزياده، فهتاخدوا هتاخد منكم كميه من البقسماط كتير جدا، فانا بحب بصراحه اعملها بايدي احسن. تعالوا بقى ايه نبدا كده نحط البطاطس على جنب، وهنجيب الحشو وننضف كده الجزء ده كده عشان نشتغل على نظافه. معدو صباح الفل. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. رمضان عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي والله كله زي الفل. جاي الحمد لله يا رب، كل سنه طيب. عمري 27 سنه. الايه يا حبيبتي؟ كل سنه طيب. عمري 27 سنه. الله يخليكي، تسلمي. معلش انا مش سامعاكي، بس كنت كويس. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. وبسلم على ملك وعلى ميرنا وعلى كوثر وعلى الحاج صبري وعلى مراتي. احنا كمان بنسلم عليهم حبيبتي، ربنا يخليهم لك يا رب. صباحكم زي الفل حبيبتي، شكرا يا حبيبتي، تسلمي. تعالوا بقى ايه نجيب البايركس كده ونبدا نجيب شويه من البطاطس اهو الشكل ده. بصوا، وابدا احطها كده وهبدا اعملها زي الطبق كده. تمام، هبدا اشكل كده، انا عاملها خالص في ايدي اللي انا هحطها عشان ما تبقاش مفرفته معايا، وبعدين اكور وهقوم عاملاها كده، وعامله لها جزء كده بالنص عشان احط عليها الحشو، وهكذا لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. انعم وبعدين اكور وبعدين احطها كده، بتتشال بقى هي كلها كده على بعض بالحشو بتاعها بالجبنه اللي من فوق بكل حاجه. نعم خالص عشان لما اجي احطها ما تبقاش مفرفته اهي بالشكل ده كده. وابدا بقى ايه احط على كل واحده الحشو بعد ما اخلص البطاطس. هبدا انعمها واكورها وبعدين احطها في الصينيه اهو.
بالشكل ده كده. تمام، نخلص كل المقدار اللي عندنا اللي احنا عايزين نعمله، وبعدين نبدأ نحط الحشو بتاعنا عليه. الشبت بيبقى طعمه حلو جدا مع البطاطس، من الحاجات اللي بتبقى طعمها حلو جدا مع البطاطس. ممكن على فكرة تعملوها كمان صينية لو مش عايزين واحدة بوحدتها كده، ممكن تعملوها تحطوها في الصينية. هوريكم مثلا في البايركس الصغير ممكن تعملوها ازاي تاني، بس احنا عاملينها قوارب كده، فانتوا على حسب ما انتوا بتحبوا. ام يوسف صباح الفل. صباح الفل، عاملة ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي وحشتيني. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبة قلبي، تسلمي. الحمد لله يا حبيبتي، والله كله زي الفل. الله يخليكي، الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. الله يخليكي يا حبيبة قلبي، تسلمي. كل اللي بتعمليه حلو وجميل والله. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. الله يخليكي. وانتي طيبة حبيبتي وبخير. كلكم بخير يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي وانتي طيبة وبخير يا رب. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبة قلبي. الحمد لله، الحمد لله. تسلمي يا حبيبة قلبي. طبعا الغدا هيبقى فتة ولحمة ورز يا ستة أسماء. إن هنعمل فتة ولحمة ورز، هنعمل كل حاجة. هنعمل كل حاجة أنت عايزاها. كل وأنت طيبة يا حبيبتي. عاملة فتة النهاردة ولحمة ورز يعني؟ النهاردة عاملين فتة بس لطيف بقى. ماشي يا سلام، هاجي لكم على طول، ههبط عليكم على اسكندرية على طول. دعي بالله، دعي بالله دلوقتي في كلمة شلت التليفون. حبيبتي ألف هنا، حبيبة قلبي ألف هنا. بيقولوا الجو اصلا وحش قوي عندكم في اسكندريه صح؟ يوسف معانا؟ قفلت؟ شكرا يا حبيبتي. بيقولوا الدنيا اليومين اللي فاتوا كانت غرقانه خالص. نجيب كده معلقه بقى نبدا نحشي الحشو بتاعنا. بصوا عندنا بقى اختيارين، يا نعملها كده زي ما انا بعملها كده، يا اما نحطها بصوا كل واحده بقى كده بوحدتها بالجبنه بتاعتها اللي احنا هنحطها، بتبقى منفصله كده، بتبقى طعمها حلو جدا اهو بالشكل ده كده. بنحط عليها شويه جبنه اهو، مجرد بس بتدخل كده الفرن يعني بتتشمع كده والجبنه تسيح، هي ما فيهاش حاجه نيه يعني، كل الحاجه مستويه بالشكل ده اهو، تبقى تمام قوي كده بالشكل ده. او ممكن نعملها بالشكل التاني اللي احنا عملناه اهو، اختاروا بقى اي حاجه منهم المناسبه ليكم اهو. عملنا شوية كده وشوية كده، اختاروا بقى اللي انتوا حابينه، تقدروا اللي انتوا تعملوه. حط شوية جبنة اهو، عملنا منها قوارب وعملنا منها صينية. ممالك صباح الفل. صباح النور. عاملة ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ انتي بسمية عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي والله بخير. لو سمحتي عايزة اسأل على صينية الكنافة اللي بعملها بتطرى مني كده. حاضر، عينيا يا حبيبتي حاضر. والسمك برضه لما باجي عليه بتلاقي ناشف. حاضر، هقول لك تعملي ايه؟ ناشف. ماشي يا حبيبتي، صباحك زي الفل. شكرا يا حبيبتي. هقول لك السمك ايه التركية اللي تخليه كريسبي كده وحلو، وهقول لك برضه الكنافة اللي بيطريها. تمام، تعالوا بقى ايه ندخل ده الفرن. الفراخ ايه بقى، الفراخ بتتشوي في الفرن، مش قادره اقول لكم حلوه ازاي. وهدخل بقى الاثنين البايركس دول مش هيدخلوا مع بعض. ماشي اهو تمام زي الفل كده، مش هيدخل زي الفل كده. تعالوا بقى نبص على الرز بصه. عايز ياسر مش مهم، بنتصرف بنتصرف. بصوا بقى ندي تقليبه كده للرز، الرز اصلا خلاص يعتبر استوى معايا،
هنسيبه بس ايه دقيقتين كده ونبدا نخرجه نقدمه مع الفراخ الفظيعه اللي احنا عاملينها في الفرن. انا الفراخ الرز اصلا يعني هقفل عليه كده وهسيبه كده ايه اغطي عليه اسيبه كده مع نفسه شويه. وتعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل هنعمل فطير مشلتت من غير عجن من غير عجينه من غير اي حاجه. تعالوا نشوف هنعمله ازاي بعد الفاصل. استنوا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض الفراخ المشويه والقوارب بتاعه البطاطس بالفراخ وحطيناها في الفرن، والرز خلاص انا شلته كده على جنب مستنيه بس نطلع الفراخ ونبدا نغرف على طول. تعالوا نشتغل في الوصفه اللي احنا هنعملها دلوقتي. هنعمل فطيره مشلتت كده من غير ولا عجن ولا عجينه ولا اي حاجه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. الايه اسف مش متشكرين حضرتك. هنعمل فطير مشلتت من غير عجن. تعالوا نشوف محتاجينه ايه. هناخد لفه جلاش وعندي زبادي، تمام، علبه زبادي ونص كوبايه من السمنه ومعلقتين كبار من القشطه وعندي كمان معلقه من السكر ومعلقه من البيكنج باودر. هقول تاني المقادير. عندي لفه جلاش وعلبه زبادي ونص كوبايه من السمنه ومعلقتين كبار من القشطه وعندي كمان معلقه صغيره من السكر ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. اول حاجه هسيح السمنه اللي عندي، عايزاها سايحه خالص مش عايزاها ولا مرمله ولا جامده كده، هاخدها سايحه في الميكرويف. دي اول حاجه هعملها. تمام. نبدا بقى ايه بعد ما سيحتها كده هجيب بوله عشان ابدا امكس الخليط اللي انا المفروض هسقي بيه او هورق بيه الفطيره بتاعتي. عندي علبه الزبادي، نجيب كده سباتولا كده اخد علبه الزبادي كلها. تمام. اخد معلقتين من القشطه وهسيب كده ايه حته قشطه كده للوش. بصوا سبت حته قشطه كده للوش خلاص. امكس كده القشطه مع الزبادي، والقشطه ممكن تعملوا القشطه بتاعت وش اللبن. احنا اتفقنا ان احنا القشطه دي يعني بتطلعوها من غير فلوس من غير ما بتشتروا، بتجيبوا كيلو اللبن وتغلوه خلاص وتسيبوها. كيلو اللبن طبعا اللي هو اللي بيبقى سايب اللي بالكيلو مش العلب مش الشركات يعني. مودة صباح الفل. عاملة ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. دايما يا رب. على الوصفات الجميلة دي. الله يخليك يا حبيبتي. تسلمي تسلميلي. والله كيكة الجبنة امبارح كانت طعمها جميل قوي، ماما جربتها. حبيبتي ألف هنا ألف هنا حبيبة قلبي. والله والوصفات اللي أنت بتعمليها جميلة خالص وبسيطة. تسلمي يا حبيبتي والله تسلميلي. شكرا يا حبيبتي والله. أنا بحب كل يوم أسمع صوتك الجميل ده. تسلمي يا حبيبتي وأنا بحب والله أسمع صوتكوا كمان. تسلمي يا حبيبتي. عشان أنت إنسانة متواضعة وجميلة خالص. تسلميلي يا حبيبة قلبي. صباحك زي الفل. صباحك جميل. شكرا يا حبيبتي. تسلمي. بصوا بقى انا عايزه السمنه تبقى سايحه كده، مش عايزاها ولا مرمله ولا حاجه، انا عايزاها سايحه خالص. احنا حطينا هنا علبه الزبادي وحطينا معلقتين قشطه، تمام، وهحط نص كوبايه السمنه، تمام، وهسيب كده شويه سمنه احطهم مع معلقتين القشطه او معلقه القشطه اللي احنا حطيناها اهو دول الوش خلاص. وهحط بقيه السمنه كده هنا. هقلب بقى علبة الزبادي مع السمنة مع القشطة، كل الكلام ده كده ايه هبدأ أمكسه مع بعض كويس جدا. أحط له معلقتين سكر وأحط البيكنج باودر، وده الخليط اللي أنا هورق بيه الفطيرة بتاعتي. عبارة عن ايه؟ علبة زبادي، نص كوباية سمنة، وحطيت كمان عليهم معلقتين سكر ومعلقة بيكنج باودر ومعلقتين قشطه. تمام اهو تمكسوا خالص اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وحطيت كمان معلقه قشطه، خدت معلقه قشطه ومعلقتين سمنه كده على جنب. هقوم عامله ايه مقلباهم عشان دول للوش بتاع الفطير.
انا جهزت كل حاجه اهو. تمام، دي اللي انا هدهن بيها الفطيره من فوق وشها اهو. تمام كده زي الفل. تعالوا بقى نشتغل في الفطيره اللي عندي. اول حاجه هجيب اي صينيه وهجيب فرشه. تسلم، يلا بدل الصواني. ماشي، هبدا بقى ايه، افرش كده الخليط بتاعي ده اهو الشكل ده كده، ادهن كده حبه حلوين وابدا افضي افك ورقه الجلاش بتاعتي اهو كده. نشيل بقى كل الكلام ده كده مش محتاجينه، وهبدا ان انا اخد ورقه ورقه. بصوا، هقوم حاطه كده ايه الورقه وسايبه طرفها لبر، وكل ورقه لازم اقوم حاطه فيها الخليط ده، اشربها كده بالخليط ده. تمام اهو، اقعد بقى ايه داير ما يدور كده واخلي بقيه الورقه بره، وكل طبقه اقوم مديها من الخليط بتاع التوريق ده. تمام، وهكذا بخلي الورق بره كده داير ما يدور، عايزه كل الورق يبقى بالتساوي كده، ما اقعدش ارص في حته واحده، لا انا عايزه ارص داير ما يدور زي الورده كده، كاني بعمل ورده لحد ما بخلص الورق كله اهو الشكل ده كده. نبدا نخلص وهكذا لحد ما اخلص كل الورق اللي عندي. ناخد ورقه واقوم حاطه الخليط بتاعي بتاع التوريق اهو كده، كل الورق كده على بعض بالشكل ده. لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. معانا استاذ عبد العليم. صباح الفل. صباح الخير، ازاي حضرتك؟ الحمد لله دايما يا رب. انا نفسي عايز حضرتك تعملي لي بيتزا. حاضر. حلقه انت اللي تعمل بيتزا، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله كله زي الفل والله. هنعمل بيتزا، احنا عملنا طبعا حلقات كتير جدا عن البيتزا، لو يعني تفتح اليوتيوب هتلاقي حلقات كتير جدا يعني عملناها بكذا شكل البيتزات، ويعني هتبقى مبسوط قوي لو اتفرجت عليها. شكرا شكرا. بصوا، هنبدا بقى نعمل نفس الموضوع بكرره لحد ما بخلص كل الكميه اللي عندي. موضوع بسيط وسهل اهو اهو الشكل ده كده. بوصل بس لاخر ورقه بسيبها على جنب عشان ببقى عايزه اخر ورقه كده ايه سليمه كده، هقول لكم ليه اهو. بالتساوي ببدا اوزع الورق بالشكل ده. تمام، التشريبه دي او التوريق ده عباره عن ايه؟ عبارة عن علبة زبادي ومعلقتين قشطة ونص كوباية من السمنة ومعلقتين سكر ومعلقة بيكنج باودر اهو بالشكل ده كده. قربنا نخلص اهو. نبدأ بقى ايه، خلاص الورقة اللي جاية دي، وهيبقى فاضلي ورقة واحدة دي هسيبها للوش. سيب ورقه كده تبقى تمام ولا مقطوعه ولا حاجه للوش، دي كده اخر ورقه. هنبدا بقى بصوا نقفل الورق بنفس الترتيب اللي عندي الاول وبعد كده اقفل عليه، يعني اهو بصوا بنفس الطريقه كده اقفل واحط برده من التشريبه اللي بعديها اقفل. اشتغل بقى بنفس الترتيب اللي انا رصيته بس بالعكس، اخر واحده قفلتها هي اول واحده بقفلها وهكذا. بصوا كل ده توريق، كل اللي انا بعمله ده توريق
وهكذا لحد ما اخلص كل. ماشي، لحد ما بخلص كل المقدار اللي عندي اهو. حطه كده كميه كويسه اهو بالشكل ده. ناخد معاها دي الشباب ده بقى ايه، اقفل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بحط كده من الخليط واقفل، وبسيب بقى اخر ورقه كده عشان اقفل بيها الدنيا تبقى نظيفه معايا في التقفيل. تمام اهو الشكل ده. بصوا هي اخدت الفطيره المقدار ده، اخد الفطيره كلها مظبوط. هقفل كده، عايزه بقى الوش بتاعي يبقى ناعم كده، فهقوم مستخدمه الفطيره اللي احنا الورقه اللي احنا سايبينها للاخر للوش. هاخد بقى اللي فاضل من هنا اهو، اخده كله كده انزله. هبدا بقى ايه ان انا اشرب اخر طبقه اهو. اخد كل المقدار بالشكل ده كده، واخر بقى عندي حاجه الورقه اللي هي اللي انا سايباها للوش خالص. هبدا بقى بصوا اهي، عايزاها تبقى سليمه كده، هبدا ايه اقفل بيها الفطيره اللي عندي اهو. داير ما يدور كده عشان الوش بتاعي يبقى ناعم ونظيف بالشكل ده. واحده واحده كده اهو بالشكل ده. استخدموا اي صينيه صاج يعني، مفيش مشكله خالص اهو. بصوا هنيجي بقى عند الخليط اللي احنا كنا عاملينه للوش اللي هو السمنه والقشطه. السمنه جمدت شويه اهو، هتسيح طبعا اول ما تدخل الفرن. وابدا بقى ايه ادهن كده الوش بيها بالشكل ده اهو، وادخلها بقى الفرن تستوي. مش قادره اقول لكم هتطلع عامله ازاي. انا كده خلصت خلاص الفطيره المشلتته بتاعتي، فطيره مشلتته سريعه وسهله ويعني بسيطه بالشكل ده. هدخلها بقى الفرن وهوريكم المستويه شكلها عامل ازاي. تعالوا بقى اوريكم اللي استوت. بصوا الحلاوه، بصوا الفطيره عامله ازاي. مش قادره اقول لكم حلوه، حلاوه مش طبيعيه، مورقه وتحفه. غير بس الجلوفز وهوريها لكم حالا. نبص عليها بصه كده ونبدا كمان نغرف الرز والفراخ بتاعتنا وحاجاتنا. بصوا بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي وطريه ومورقه. افتحها لكم ولا نبوظها؟ تحبوا ايه؟ ايه ما هتتفتح اهي. بصوا بصوا من جوه، بصوا التوريق كتير مشلتت يعني رائع. بصوا شايفين عامل ازاي، حاجه كده فظيعه في منتهى الجمال، ومن غير ولا عجن ولا اي حاجه. فطير مشلتت سريع في 5 دقايق، موفر ومفيش اي حاجه. شويه القشطه اللي احنا استخدمناهم استخدموهم من وش اللبن، ما تشتروش قشطه مخصوص. شويه سمنه، لفه جلاش بالشكل اللي انتوا شفتوه ده من جوه، مورقه توريقه رهيبه يعني، هتعجبكم جدا. جربوها هتعجبكم قوي. حابين بقى تحطوا عليها تاكلوها بعسل، تاكلوها تحطوا عليها شويه سكر بودره، براحتكم خالص. شويه عسل وطحينه استخدموها زي كانها يعني، اتعاملوا معاها معامله فطير مشلتت. تعالوا بقى نبدا نغرف الرز بتاعنا. تمام، نبدا
نغرف كده الرز بتاعنا عشان نحط كمان معاه الفراخ المشويه اهو. وجبه كامله برضو غدا، تقدروا تعملوا جنبها شويه سلطه بس كده وخلاص، ممكن تعملوا جنبها شويه دقوس لو حابين، شويه طماطم مخلله، اي حاجه كده، وتبقوا خلصتوا الغدا بتاعكم وعملتوا الفرخه بطريقه مختلفه عن اللي انتم متعودين عليها. نبدا بس نخرج كده الفراخ، طلع اللي في الفرن يا اسلام اهو. الفرخه عندي مستويه وجميله وتحفه، حابين بقى تخلوها على بعض، حابين تفتحوها منديل كده، خلوها انصاص، على حسب ما انتوا حابين. تمام، هاخد بقى شويه الهريسه دول اللي نازلين، وهبدا ايه احط كده شويه على الرز كده، يعني مش قادره اسيبهم بصراحه اهو. السوائل الحلوه دي اللي نازله، شويه الهريسه دول، نزين كده شويه شبت بشويه اي حاجه خضراء كده تكسر كده اللون الاصفر ده اهو، زي الفل. عملنا فرخه مشويه بطريقه سهله وبسيطه ومع شويه رز اصفر، وزي ما قلت لكم لو انتم مش حابين تبقى سبايسي تقدروا ان انتم تبدلوا الهريسه بكاتشب او بصلصه على حسب ما انتم حابين. تعالوا بقى نقدمها كده هناك، وخلصنا كمان البطاطس، البطاطس معانا طلعت. نحط البطاطس كده هنا، ونحط البطاطس التانية جنبها. عملنا البطاطس بطريقتين، عملناها قوارب وعملناها صينية. اعملوا طبعا اللي انتوا حابين تعملوه، اي واحدة فيهم على حسب اهو. تعالوا نعيد كده، النهاردة عملنا ايه؟ عملنا قوارب البطاطس بالفراخ، وعملنا الفراخ المشوية الحارة اللي بالهريسة، وزي ما قلت لكم بدلوها لو انتم مش حابينها حارة، وعملنا فطير مشلتت بدون عجن، فطير مشلتت رائع مورق وتحفة وحاجة كده فظيعة بجد، لازم لازم تجربوها، يعجبكم جدا. تاكلوا بقى مع شوية جبنة قديمة، مع شوية عسل، مع شوية عسل وطحينة، اللي انتم حابينه تقدروا ان انتم تعملوه، بجد هيبقى حلو جدا وهيعجبكم جدا. دي كده كانت حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتوا منها واتبسطتوا منها. دلوقتي لسه تقول طب هنقول تاني الفطير المشلتت عملناه ازاي. تعالوا الفطير المشلتت، جبنا اللفه بتاعت الجلاش بتاعتنا، عملنا له خليط كده للتوريق او للتشريب، عباره عن نص كوبايه من السمنه، عليه علبه زبادي، عليه معلقتين من القشطه. القشطه ممكن تاخدوها من وش اللبن، يعني ممكن تغلوا اللبن، واللبن لما بيبات كده بيقعد تاني يوم بيبقى ليه وش كده قشطه تقيله جدا، بتبقى حلوه جدا في منتهى الجمال. هناخد منها معلقتين ونبدا نمكس، ومع معلقتين سكر وبيكنج باودر، ونورق زي ما انتم شفتوا. وعملنا في الاخر شويه قشطه بالسمنه ودخلناها الفرن، بقت بالشكل الحلو اللي انتم شفتوه. تعالوا بقى بكره ان شاء الله نعمل حلقه جديده وحلوه ان شاء الله. اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبق.